مساء الخير. بمباركة المبارك وبطأطأة رؤوس عرب، أعلنتها إسرائيل حربا على غزة مستفتحة ب200 شهيد، والحرب لا تزال قادمة. اغتالت تسيبي ليفني في القاهرة، قطفت انحناءة رضا، وعادت لتنفذ ما دار في غرف العرب السوداء. لكن مصر كانت رؤوفة على الأموات، ففتحت لهم المعبر الذي أغلقته على الأحياء من أهل غزة. دانت مصر الحدث بعد أن شاركت في صياغته. تهافت العرب على الاستنكار المتأخر والذي كان مرصودا أيام الجوع والحصار والقتل بالتقسيط، استنكار فضحته تسيبي ليفني عندما كشفت عبر يدي عود أحرانوت اليوم أنها أبلغت دولا عربية وغربية بالتحرك الإسرائيلي العسكري ضد غزة. وبموجب العلم والخبر، فإن أي أسف عربي يسقط أمام الاعتراف الإسرائيلي. فلا يقنعنا زعماء الاعتدال العرب تحديدا أنهم يعانون في سرهم ويتأثرون لمشهد اليوم الدموي، ولا لتلامذة غزة وهم يحتمي بعضهم ببعض خوفا ورعبا من طائرات الموت. في المواقف، البيت الأبيض أعطى الضوء الأخضر للمزيد، مطالبا حماس بوقف الصواريخ حتى يتوقف العنف. السعودية أعطت ضوءا مماثلا عبر صمتها القاتل. سوريا بدأت اتصالاتها كرئيس للقمة العربية. قطر استنفرت اتصالاتها لعقد قمة عربية طارئة بوصف أميرها رئيسا للقمة الخليجية، وقد وافقت معظم الدول باستثناء مصر التي انبرى أبو غيطها إلى تصريح أوقح من العدوان، إذ قال: نحن حذرنا سابقا ولم يسمعونا. لكنه حذر حماس ولم يحذر إسرائيل من عدم الانجرار إلى بحر الدماء. وبين رزمة المواقف ضاع محمود عباس أبو مازن ولم يعثر له على أي أثر، بعد أن كان قد حمل صواريخ حماس أسباب الأزمة، ولم ينتبه لأسباب الصواريخ وأقلها الجوع والموت والحصار الإسرائيلي المصري. غاب أبو مازن عن وعيه وظل منتشيا بإطلاق إسرائيل سراح 220 أسيرا قتلت بدلهم اليوم 200 وأكثر. معذور أبو مازن الذي كان بالأمس يعرف وزير خارجية الإمارات بفلسطين من بوابة إسرائيل. وحري بنا اليوم أن نسأل الشيخ عبد الله بن زايد عن المعابر الإسرائيلية التي أصر على الخضوع لها، وعن وضع الفلسطينيين وأبناء غزة الذين لم يلقي عليهم تحية العرب. ولعل 200 شهيد اليوم يعيدون الوزير العربي إلى رشد أبيه، والأهم أن دماء غزة هذه ستفتح ذاكرة شيخ الأزهر الذي لم يسمع يوما بحصار غزة مستهزئا. حصار إيه وقرف إيه؟ وصله الحصار اليوم بعد أن وصلنا قرف المواقف العربية من شيخ الأزهر إلى أبو غيطه وصولا إلى الهرم الكبير. انتهى يوم غزة على حصيلة سوداء، والباقي رؤوس قادة حماس التي تنتظر ربما عودة وزير خارجية السعودية سعود الفيصل من الهند ليومئ برأيه على قطافها، وذلك بعد أن يفرغ من الوساطة بين الهند وباكستان. وأعان الله الدولتين على وساطات وزير لم يفلح عند العرب، فذهب يجرب دبلوماسيته لدى الهنود الحمر. ومن تحركات العرب إلى لبنان الذي اقتصرت اندفاعته على شارعه، لكن